بالنسبه للدوره ديال اليوم تم التصويت بالاجماع على النقاط المضره في جدول الاعمال، وكانت تمت مجموعه من الملفات من بينها العمل على مواكبه المهنيين في تنظيم القطاع ديال النقل ديال الجرحى والموتى، واللي تم اعداد واحد الكنوز ديال التحملات واخذ بعين الاعتبار الملاحظات ديال المهنيين. الهدف ديالو هو اننا فعلا نواكب المهنيين في اعاده الهيكله للقطاع والتنظيم ديالو، والامر يتعلق بالقطاع الخاص وليس بالخدمات المجانيه اللي كتقدمها المقاطعات بالنسبه للنقل ديال الموتى بطبيعه الحال. ثم كذلك كانت عندنا من النقاط هي البرمجه ديال الدفعه ديال البنك الدولي اللي كنبرمجوها من اجل من جهه الالتزامات ديال الجماعه، سواء كانت تعاقديه او في البرامج التنمويه او في برنامج التنميه ديال الجماعه ديال الدار البيضاء، تدريجيا كنوفيو بهذه الالتزامات عن طريق الاتفاق اللي عندنا مع البنك الدولي. بطبيعه الحال عرفت الدوره كذلك مجموعه من كنانيش التحملات المرتبطه بمعالجه الموضوع ديال الاحتيال الملك العام، سواء بالنسبه للكورنيش، بالنسبه للمجال ديال الساحه المساحه الخضراء المرتبطه بجميع الدول العربيه، او كنانيش التحملات بشكل عام اللي هي كتعاود تعالج الموضوع ديال استغلال الملك العام تحينها، انطلاقا من اولا المنصه ديال الرخص اللي بقات كتشتغل، او بالعمل الميداني اللي الشرطه الاداريه مارساتو، فحاولنا نحينوا القرارات الجماعيه بهذا الخصوص، بالاضافه بطبيعه الحال الى النقاط المرتبطه بالمشاريع الوارده علينا من المقاطعات واللي خصنا لها الاوعيه العقاريه الضروريه لانجازها. الموضوع ديال البنك الدولي كان منذ الولايه السابقه لكي تتفي الجماعه بالالتزامات ديالها في التجهيزات والاستثمارات اللي تشطرات في برنامج التنميه ديال الجامعه ديال الدار البيضاء البي دي جي سي. هذا هو اساس علاش دار هذا المشروع في السابق. بطبيعه الحال حنا كانت المرحله ديال المناقشه مع البنك الدولي وعرض المعطيات الماليه المرتبطه بالجامعه، باش كان اول عقد من نوعه على مستوى الجامعات الترابيه بضمانه ديال الدوله، وما يمكنش نقلوا من الاهميه ديالو، لانه في اخر المطاف لما كنشوفوا القناطر التي تنجز او الانفاق التي تفتح او الترامواي الذي يشتغل، انما يشتغل انطلاقا من واحد التركيبه ماليه جزء منها مساهمه الجماعه، جزء منها كاين مساهمه الدوله، مساهمه المؤسسات الاخرى، ولكن جزء منها مساهمه ديال الجماعه اللي كتلبيها عن طريق اما سابقا عن طريق القروض ديال الفيك، او حاليا الاتفاق اللي تم مع البنك الدولي اللي هو فريد من النوع ديالو. هذا الموضوع على المستوى القانوني هو اكرام للميت، ولان عندنا خصص على مستوى الاطباء في المقاطعات باش يمكن يعاينوا الوفيات اللي كتقع او اللي يمكن، فبطبيعه الحال باش يمكن نعالجوا هذا الموضوع فتحنا المجال لامكانيه التعاقد مع اطباء خواص كيقدموا هذه الخدمه على مستوى المقاطعات ضمن واحد الوحده ديال شرطه الجنائز اللي هي جزء من الشرطه الاداريه اللي كتكلف بها شركه التنميه المحليه الدار البيضاء للخدمات. هذه هي الفكره الاساسيه.